بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. الله. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض المنسوب للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد ابن سليمان ابن كمال باشا الحنفي، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله، إلى قولهما رحمهما الله تعالى، باب النهي عن الإتيان، عن إتيان الكهان. باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. هذا باب هام جدا، وله علاقة بعقيدة الإنسان، بعقيدة المسلم، لذلك ينبغي التنبه له، وينبغي نشر هذا المبحث بين الناس عن طريق مقاطع الفيديو، عن طريق التسجيلات الصوتية، عن طريق التعليم، عن طريق الإرشاد. لا بد من نشر مثل هذه المقاطع كي يعرف. أنا أعرف بعض أهل العلم يقع في مثل هذه الأمور والعياذ بالله، يعني في أمور هناك خطيرة لها تمس العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. قال القاضي: كانت الكهانة في العرب 3 أضرب، أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن، صاحب من الجن، صديق من الجن، يتعامل معه، يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النوع الآن غير موجود، انتهى. الثاني أن يخبره بما يطرأ، يعني بما يحصل أو يكون في أقطار الأرض، يعني حصل أنا أكون قاعد الآن موجود هون في القاهرة في مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، أنا جالس الآن هون، يأتي الجن العفريت تبعي ويقول لي: صديقك في المدينة حصل معه كذا وكذا. أتصل بصديقي في المدينة المنورة: إيه يا أستاذ عدنان، خير، ما الذي حصل معك؟ الآن حصل معك كذا وكذا، عن طريق الجن، عن طريق الجن. إيه نعم. أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض، وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوه، ممكن هذا ممكن. ولا في الحقيقة التقيت بأشخاص عندهم هذا الأمر، عندهم، فبعض الناس ربما يكون عنده دين وعنده تقوى وعنده صلاح، يكون هو الذي يسخر الجن لمثل هذه الأمور، ولكن من لا دين عنده ولا تقوى، الجن هم الذين يسخرونه، لا يعطونه الواحد حتى يأخذ منه 9. فإذا ليس كل من يخبرك بما حصل معك من يومين أو في الماضي أو نفس اللحظة، ليس من الضروري أن يكون من الأولياء. انتبه، يعني حدثنا عن فلان وفلان يخدعون ربما مريديهم أو تلامذتهم على أساس أنهم من الأولياء، فلما جالسناهم أو جالسهم من عنده خبرة في التعامل مع الجن، قال: هذا ممن يستخدم الجن. ولا أقول لكم التقيت بشخص توفي، انتقل إلى رحمة الله، ولكن هذا الرجل كان الذي أحدثكم عنه الآن، هذا الرجل كان لا يترك صلاة الفجر مع الجماعة، بل
هو يذهب للمسجد في كل يوم قبل الفجر بساعة، ويصلي الفجر والعشاء مع الجماعة من عشرات السنين. على كل هذا لا يبعد وجوده. ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما، ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده، لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام. والثالث المنجمون، وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. إذن هو يستدل على النتائج بأسباب بين يديه، يربط أمورا بعضها ببعض، هو يعلم أنه سينتج عنها ذلك، فيخبر بالنتائج من خلال الأسباب التي بين يديه التي عرفها هو وعلمها وجاهلها غيره. وقد يعترض بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. وسؤالهم عن غيب ليخبروا عنه حرام، يعني أنت سرق لك متاع، تذهب إلى عراف فتقول له من سرق متاعي، يقول لك فلان ويأخذ منك فلوس، المال الذي يأخذه حرام، وذهابك إليه من كبائر الإثم لا يجوز، انتبه. قال وسؤالهم عن غيب ليخبروا عنه حرام، بل هو من كبائر الإثم، وما يأخذون على ذلك حرام، المال هذا حرام. قال ولا خلاف فيه، كلام الشيخ القرطبي، لأنه حلوان الكاهن المنهي عنه. قال أبو عمر ويجب على ولي الحسبة، يعني الذي نصبه الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي وظفه الإمام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال يجب على ولي الحسبة أن يقيمهم من الأسواق، يعني أن ينزعهم وينكر عليهم أشد النكير. وقد انخدع كثير من المتلبسين بالدين فجاءوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال واستخرجوا منهم الأموال، فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل، ومن أديانهم على الفساد والضلال. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. لاحظ ماذا قالوا، أحيانا، إذن عندهم أسباب يضعونها مع بعضها فينتج غالبا أو أحيانا هذه النتائج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة، متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء، يق فيقرها، فيقو بضم القاف والراء أي يلقيها، والعنان بفتح العين. قوله صلى الله عليه وسلم يخطفها الجني بفتح الطاء، وبه جاء القرآن، وفي لغة قليلة يخطفها بكسرها، ومعناه استرقه وأخذه الخطف، الأخذ بسرعة.
ومعناه استرقه وأخذه بسرعة. أما الكذبة ففي فتح الكاف وكسرها كذبة وكذبة والذال ساكنة فيهما. قال القاضي: وأنكر بعضهم الكسرة الكذبة إلا إذا أراد الحالة والهيئة، وليس هذا موضع. ويقرها بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء. قال أهل اللغة والغريب: القر ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، يقال قررته فيه أقره قرا. وعن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا هذا الحديث المخيف. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. العراف سبق بيانه أنه من جملة أنواع الكبائر. قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوها. ضاعت منك دابة، تأتي لهذا العراف يقول لك اذهب، هي موجودة في المكان الفلاني، عن طريق الجن والشياطين التي يتعامل معهم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومر معنا أن هذا الفعل من الكبائر، وأن المال الذي يأخذه العراف مال حرام. قال: وعدم قبول صلاته معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. يعني يوم القيامة لا يقال له لما لم تصلي، ولكن يبحث عن ثواب صلاة 40 يوما فلا يجدها. ليه؟ لأنك ذهبت إلى ذلك العراف، فتنزل رتبته إن كان قدر له أن يدخل الجنة، فتنحط رتبته بمقدار 40 صلاة، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا، مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها. كذا قال جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب. فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول يلي هو أداء الفرض دون الثاني الذي هو الثواب، وكذلك كمن يتوضأ بماء مغصوب، وكمن يصلي بثياب مغصوبة. معناه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يقول الشيخ القرطبي: لا تقبل قبول الرضا وتضعيف الأجر، أي لا تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى ما لا يعلم إلا الله. ويتضح ذلك بمثال، ولله المثل الأعلى، وذلك أن المهدي إما مردود عليه أو مقبول منه الذي يقدم الهدية، إما أن تقبل هديته وإما أن ترد عليه. والمقبول الذي قبلت هديته إما مقرب مكرم مثاب، وإما ليس كذلك. قد تقبل هديتك، أنت قد تعطي هدية لفلان يقبلها ولكن لا يكترث بك. فالأول هو المبعد المطرود، والثاني هو المقبول التام الكامل، والثالث لا يصدق عليه أنه مثل الأول، فيصدق عليه أنه لم يقبل منه إذ لم يحصل له ثواب ولا إكرام. وتخصيص 40 بالذكر قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع، منها قوله صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: لا يقبل له صلاة 40 يوما. ويجمع الخلق في بطن الأم 40 يوما. إذن هذا الرقم له سر، رقم 40 له سر، لذلك ربط فيه الشارع بعض الأمور. وقوله: من أخلص لله 40 يوما، لاحظ كيف ظهرت، هذا حديث
ظهرت له ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ومنه قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. إذن هذا الرقم له أسرار، له أسرار ترتبط به أمور، 40. ومنه توقيته عليه الصلاة والسلام في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص هو سر من أسرار الشريعة لم يطلع عليه نصا، يعني هذا السر ما نص عليه الشارع، ولكن قد يطلع عليه كشفا. غير أنه قد تنسم بعض علمائنا أمرا تسكن النفس إليه، وذلك أن هذا العدد في هذه المواضع إنما خص بالذكر لأنه مدة يكمل فيها ما ضربت له فينتقل إلى غيره ويحصل فيها تبدله، فأطوار الخلقة ظاهرة. وكذلك في 40 الميعادية أمر بنو إسرائيل أن يكملوا أنفسهم لسماع كلام الله، فكمل لهم ذلك عند انتهائها. ومثل ذلك في 40 الإخلاصية، من أخلص لله 40 يوما سماها 40 إخلاصية. وأما 40 شارب الخمر فليتبدل لحم شارب الخمر بغيره. لذلك قالوا: إذا أكلت دابة من نجاستين يكره أكلها قبل أن تحبس 40 يوما، تحبس 40 يوم وتؤكل بالعلف الطاهر حتى يتبدل اللحم. ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: السمن يظهر في الحيوان في 40 يوما، وقريب من هذا 40 المضروبة لخصال الفطرة، لأنها عند كمالها يكمل فحشها واستقذارها، فينبغي أن تغير عن حالها. وأما 40 العراف فلأنها والله أعلم المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها. يعني الباري عز وجل جعل لكل معصية مدة ينتهي فيها تأثيرها على النفس والقلب، فمعصية الذهاب إلى العراف يبقى أثرها 40 يوما في القلب، 40 يوما. هذا الأثر هو كالظلمة يمنع النور الذي هو قبول الصلاة وثواب الصلاة، لا يجتمعان. قال: المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها وفي جوارحه، وعند انتهائها ينتهي ذلك التأثير، والله العليم الخبير. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن، وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو عنده طير يريد أن يذهب أن يسافر، أرسل الطير، إن ذهب إلى اليمين الحمد لله نسافر، ذهب الشمال أعوذ بالله لن أسافر، هذا هو الطرق. وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، هذا يسمى إيش؟ الطرق الزجر. فإذا طار إلى جهة اليمين تيمن استبشر، وإذا طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، كل هؤلاء يسمى جبتا ونحو ذلك. العيافة قال زجر الطير، العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. لذلك كانوا يتشاءمون من صوت الغراب، فتح الباب يريد أن يذهب، واق واق سمع صوت الغراب، يتشاءم يرجع ما يذهب، هذا جهل وحمق، تربط مستقبلك
بصوت غراب، وهو من عادة العرب كثير، وهو كثير في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها. قيل عنهم إن قوما من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا ضلت ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف. فقالوا لغليم منهم انطلق معهم، فاستردفه أحدهم ثم ساروا، فلقيهم عقاب كاسرة إحدى جناحيه، فاقشعر الغلام وبكى، فقالوا ما لك؟ فقال كسرت جناحا ورفعت جناحا، وحلفت بالله صراحا ما أنت أيوة قال وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي ولا تبغي لقاحا. كشفوا من خلال إيش؟ لما رأى العقاب المكسور. أتى الجن على صورة من؟ إنسان، ولكن عرفهم كشفهم فقال إيش؟ وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي يلي أنت الآن أخذني حتى أبحث لك عن ناقة ولا تبغي لقاحا. جميلة هذه من أشعار العرب في هذا المعنى. وقال صحابي هدهد فوق بانة هدى وبيان بالنجاح يلوح، وقالوا حمامات فحم لقاؤها وطلح فنيلت والمطج طليح. قال آخر تغنى الطائران ببين سلمى على غصنين من غرب وباني. وقال آخر جرت سمحا فقلت لها أجيزي نوى مشمولة فمتى اللقاء. السانح ما كانوا يتيمنون به يتفاءلون به يعني. أي قلت للنفس أجيزي أي حلفي حال نوى. الله أعلم. قال والمشمولة المكروهة من الشمال جرت سنحا. المشمولة الآن هو يشرح الآن الشيخ كلام الشاهد. المكروهة من الشمال فإنهم يكرهونها لما فيها من البرد وذهابها بالغيم الذي فيه الخصب والحياة. الطرق هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل. أنشد في الفائق قول لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. قالوا والجبت هو السحر والكهانة، وقيل هو كل ما عبد من دون الله، وقيل هو الساحر. وقوله من الجبت معناه من عمل الجبت، يعني هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من أعمال الجبت. الطرق العيافة والطيارة والطرق هي من أعمال الجبت. وقالوا ليست عربية، كلمة الجبت ليست عربية. وعن سعيد بن جبير هي حبشية، والجبت عند العرب الجبس وهو الذي لا خير فيه. وقيل لابد من إضمار في الأولين، مثله أنه يماثل عبادة الجبت أو من قبيلها أو من أعمال الجبت. والظاهر أن من فيه ابتدائية أو تبعيضية، فعلى الأول معناه الطيارة ناشئة من الساحر، وعلى الثاني الطيارة من جملة السحر والكهنة، يعني أحد فروع السحر، أحد أنواع السحر، أو من جملة عبادة غير الله أي الشرك. ويؤيده ما جاء في الحديث الطيارة شرك. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم، نكر علما، اقتبس علما
يعني معرفة. ومن ثم ضم الاقتباس، قال اقتبس علما، لأن فيه معنى القلة. من النجوم صفة علما وفيه مبالغة، وفاعل زاد الشعبة ذكرها باعتبار السحر، وزاد ما زاد جملة مستأنفة على سبيل التقليد والتأكيد، أي يزيد السحر ما يزيد الاقتباس، فوضع الماضي موضع المضارع للتحقيق. المنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع، وهذا تشاهدونه أنتم على الفضائيات قنوات التلفزيون، مع بداية كل عام ميلادي تستضيف الفضائيات أولئك العرافين المنجمين، ويبدأون يتحدثون عن البلد الذي هم فيه وما سيعتريه، وعن رئيس البلد، وعن 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 وعن، ويتصل الناس ويكسبون الفلوس، المكالمة بكذا والمكالمة بكذا، ويقول له أنا اسمي كذا وولدت بكذا، فتبدأ ترسم له مخطط حياته في سنة، وهذا الأحمق يسمع لها، قد ينهار وقد يبكي وقد يتفاءل وقد ينتحر وقد 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 وقد، وكله كلام فارغ لا قيمة له. المنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في المستقبل من الزمان، مثل إخبارهم بوقت هبوب الريح ومجيء المطر ووقوع الثلج والظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها. وهذا علم، يعني هذه من الغيوب استأثر الله تعالى به، لا يعلمه أحد غيره، كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهى الله عنه، قال الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إذن المذموم أن تتعلم علم النجوم مما يلبس الشيطان عليك بأنك تستطيع من هذا العلم أن تعرف الحوادث التي ستحصل في قادم الأيام الغيبيات، يعني هذا المذموم الممنوع الحرام من هو من كبائر الإثم. أما أن تتعلم علم النجوم لتستدل به على الجهات وجهة القبلة وغير ذلك، والشهر والشهور وطالع الهلال وغير، هذا مباح، بل هذا مفروض، ملزمون نحن به. وقال الله تعالى ومن نجم هم يهتدون، فأخبر تعالى أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك، ولولاها لم يهتدي الناس إلى استقبال القبلة. روي عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ثم أمسك. وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام لا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني لا يتبعون، كما قلنا خرج من البيت فإذا به يرى غرابا يطير بين يديه فيتشاءم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصدهم هذا التطير وهذا التشاؤم. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم. قال سبق هذا الحديث. وعن أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم
نهى عن ثمن الكلب إلى آخره. النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا يدل على تحريم بيعه، هذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية، ولا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد الشافعي وأحمد وابن المنذر وغيره. وقال سيدي أبو حنيفة الإمام الأعظم يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات أحدها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه، والثاني يصح بيعه وتجب القيمة، والثالث لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. دليل الجمهور هذا الحديث الصحيح، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وأن عثمان رضي الله عنه غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافها، كلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في شرح المهذب، والكلام للإمام النووي رحمه الله. قال: وأما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، فهذا كسب حرام، وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته، يعني أجرته على الكهانة، يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: وقد يقال الحلوان أيضا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء. قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا. وأجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. ثم قال: باب النهي عن التطير. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.